طبعا تعاني المناطق المحتله من قبل الاحتلال التركي والتي يوجد فيها معارضه لجبهه النصره وباقي القوى الاسلاميه المتشدده، هذه المنطقه تعيش مشكله داخليه كبيره منذ حوالي الشهرين حتى اليوم. هناك مظاهرات تطالب باقاله المسؤولين الجولاني وغيره في المنطقه وتشكيل يعني تحالفات جديده مبنيه على القبائل وعلى ابناء المنطقه وليست مستورده من الخارج. هذا ما دفع الجولاني لعقد اجتماعات مع القبائل والافراج عن موقوفين، لا اقل من 500 موقوف كانوا لديه، ولكنه احتفظ بموقوفي الراي ومن يعارضه سياسيا احتفظ بهم، ولكن يبدو انه نقل هذا المشكل الداخلي الى الخارج بفتح جبهات باتجاه التواجد الحكومي السوري وباتجاه الاماكن السوريه. يعني هو لنقل هذا خوفا من كبر المشكل عنده نقله الى الخارج وبدا بالتعديات على القوى العسكريه السوريه. طيب سيادة العميد، يعني هل من الممكن أن يغير هذا التصعيد؟ يعني معالم خارطة العسكرية التي رسمها ترويكا ستانا في المنطقة، أم أنه ما يجري هو مجرد يعني تبادل الرسائل بين الأطراف المعنية بضبط الإيقاع على الأرض؟ ممكن أن يحصل تغير، نعم، لأن حزب الله اضطر إلى تخفيض وجوده العسكري في سوريا نظرا للحرب المفتوحة ما بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، اضطر لتخطيط قواه في تلك المنطقة. ممكن أن يستغل العناصر الإسلام المتشدد هناك الإرهابية، ممكن أن تستغل هذا الوضع وتقوم بهجمات لتغيير الوضع على الأرض. هذا منتظر، نعم، لأن الحكومة السورية والجيش السوري يعتمد كثيرا على تلك الميليشيات والتي تسمى ميليشيات تحت ستار الدفاع الوطني، لكنها ميليشيات أكثرها من لبنان تتبع لحزب الله وبعض القوى من زينبيين وفاطميين وذات التسميات التي تدعم الحكومة السورية. هذا منتظر أن يقوموا بنوع من هجمات لتغيير الواقع على الأرض لصالحهم. يعني سيادة العميد، على ضوء ما تحدثت قلت بأنه يمكن أن يكون هناك تغيير، يعني هل هناك سيناريو محتمل ووارد جدا أن يحدث مع هذا التصعيد؟ هذا تقوده تركيا، يجب أن نعرف ماذا ترغب الحكومة التركية في ذلك. هل وصلت في مباحثاتها مع الحكومة السورية عبر موسكو إلى نوع من هدنة، أم أن هناك نوايا تركية بالتوسع في تلك المنطقة وإزعاج الوضع في سوريا، بالتالي ممكن أن تدعم هكذا هجمات، لأن اليوم حتى لو حاول هؤلاء الإرهابيون الهجوم ما لم يكن مدعومون بذخائر وأسلحة ممن يدعمهم وبالذات تركيا، لن يحصل هكذا تغيير على الوضع. ستبقى الأمور مناوشات لإرباك الجيش السوري وكما قلت لك لتنفيس الاحتقان الداخلي في مناطق سيطرتهم باتجاه أن يكون هناك عدو، خلق عدو مقابله حتى تهدأ هذه الاعتراضات في الداخل. الخبير الأمني والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب، كنت معي من بيروت، شكرا جزيلا لك.